شفت بقى إيه ده اخرت اللي ما سمعتش كلام جوزي، قال هاتي طبق كبير وانا قصريت في الطبق الصغير. وطبعا هي كده طبق صغير طبق كبير عشان تطلع مظبوطه. وقعد يضحك عليا كتير، فلو الطاجن عجبكم الطريقه ادعموني. إيه عندي فيه بقى عشان هو عمال يغص فيا. وهنبدا معاكم الوصفه دلوقتي حالا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا النهارده كان عندي شوية قوانص كده في التلاجة في الفريزر، اعمل بيهم ايه، فقلت اعمل بيهم معاكم كده طاجن مكرونة. يا رب يعجبكم. إيه انا الاول بس عشان الفيديو ميبقاش طويل، غسلت طبعا القوانص، هي مغسولة بس انا نقعتها في خل تاني وقطعتها وحطيتها تاخد صدمة كده على الصلصة سخنة وصدمة كده على النار. وبعد كده جبت ميه مغليه مجين كده او مجين ونص، عشان طبعا القرنس بتبقى محتاجه سوا كتير، وسويتها على جنب تمام. وجبت بصلايه قطعتها زي ما انتم شايفين كده وبقلبها على النار، وهضيف طبعا عليها ايه القوانص. وبعد كده هنحطها فين؟ في الحله كده على طول اللي هيطيب فيها الطاجن باذن الله. كده خلاص البصل دبل معايا تمام، وبيض القوانص بعد ما طابت. طبعا هحط لها حبه ملح صغننه كده، نسيبها كده مع نفسها تتشوح كده، بس تشويحه بسيطه. وبعد كده ادي الطماطم ماشي، ادي انا حطيت ملح وفلفل وبابريكا ماشي، وهسنة بهارات صغيرة خالص، ونضيفهم على الطماطم كده نقلبهم عشان تبقى كل حاجة جاهزة معانا. ندخل الفرن على طول. تمام، شوف القوانص بتاعتنا خلاص. شوف الحلة بقى. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص استوت، ما كملتش 10 دقايق في الفرن، بس انا وحظي بقى يا تطلع كامله يا يطلع كل مكرونه في حته بقى، انتوا حظكم معايا. نجيب طبق كده لذيذ انتوا حظكم، يا رب ما تكسفنيش يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب هتيجي ولا مش هتيجي. ارفع ولا لا؟ ارفع ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. متفسكي طبق صغير خالص. طلعت طبق صغير، انا طلعت معايا بس الطبق صغير خالص. ثانيه اهو بألف هنا وشفا، بس طبعا الطبق صغير، هو الحمد لله طلعت معايا بس الطبق صغير خالص، مش عامله حساب ان الطبق هيفضل صغير كده. يا رب تكون عجبكم وصفه النهارده، بألف هنا وشفا.